إليه الخضرة الأخضر. حتى العلم الحديث يقول أن الأخضر هو أكثر لون يرتاح له الإنسان نفسيا، كأن رسول الله يحب اللون الأخضر. حتى في الجنة لباس أهل الجنة، القرآن يقول عاليهم ثياب سندس خضر، هي جو خضر، اللون أخضر هذا لون حتى أهل الجنة. نعم، كان أحب التمر إليه العجوة، لأن العجوة تمر لين نافع، ليس بالقوي وليس بالكبير وليس بالصغير، وسط ونافع. هذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم يعيش حياة فيها ذوق عالي.